الطاق كانت العملية مباغتة وبسرية تامة، استطاعت من خلالها وبسناد كبير من طيران التحالف في تحرير منطقة مهمة جدا كانت الميليشيات تستخدمها للإغارة وللكمائن ولعمليات الاغتيالات في المناطق وعمل الكمائن في المناطق المحررة وخصوصا حضرموت وشبوة وأبيان. بعد تحرير هذه المنطقة ويستطيع الجيش والوطني وقوات التحالف التقدم في آخر معاقلهم في سيئون، وأعتقد أن المرحلة سوف تكون قاسمة باتجاه تنظيم القاعدة.